الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. شلوحا باللون كلام يوحيا به وكهذ ليي وحن باب الكلام مصنف كوح وكهذ لياه سدح الرمود سدح الرمود نواه كلام محل يرهدا ما هو قيب صما مد والبا حلو قرتا سدح ذا الرمود ايو كهذ لياه كلام محل يرهدا كلام يمسو قيب صما اقسام تا مد والبا على موين كالو يقانو سدح ذا الرمود ايو كهذ لياه كلام محل يرهدا سؤاشا جوابتي ذا وحكوشا يقيم مصنفك كلام أفر الرمود حي لغا هلا ليرهدا كلام نحويين وحي يقانان أفر الرمود حي لغا هلو أفر تاسواه اللفظ المركب المفيد بالوضع صحيح أفرطا الرمض وحي لغا هلا كلام يقن أفرطا مد كميد هدي لواينا كلام النغني اللفظ لفظ محل يرهده لفظ سدح الرمض وحي لغا هلا لفظ يقنان صوت أفكا كسو بحي حروف لقوري كرانا لي صوت أفكا كسو بحي حروف لقوري كرانا لي كاسي لفظي ويقانان مركب وحلو جيدا ويران لبا كلمات لبا كلمات وين ليس كسارة لبا كلمات وليسو كينا وينو النغضة ويران كلام لبا كلمة كير من نغن كر هل كلمة كلام من نغن كر كلامكو على الأقل لبا كلمة وين ليسو كينا مركب سيدا ايا لو جيدا المفيد مركب اللفظ النغضة مركبنا النغضة معنى لفهمي كر روح كل جاي سنة يفهمي كر وأنو كصباحا محمد قائم هضان إراهضه محمد ويستاجي صبعنا لفهمي كر ماهن معنى سيدا لو فهمي كر وأنو كصباحا المفيد بالوضع لما معنى الوفصلة لما هو صحيح وي بالوضع بالقصد وكس وحلو يري وأنو يهي وحد دل لجلي يهي إن لو هذا لو قط لجلي وأنو يهي وأنو صراهين عيالك يريراي هذاقي تمييز بأن لهين روحي هردية دادبهي روحي والله اسكهد ليي وحيابها سو إذي الكلام لبيري هذو وحو كسلو يري وإنو يهي بالقصد بالوضع معنى الله هذا لغو فصيرايو بالعربية عربي وإنو يهي عربي هذو صنهين اللغة كليهي نحويين تا كلام أمي قانان كلام أمي قانان معنى هذا وحوي إعراب يو بناء يوحى سوربا إنو كهذلو وحى الإعراب كلام كلا إعراب يكمد ماءها وحي أن عربي أهين عربي أوكلي أوي وحى الإعراب يو ومرفوع ومنصوب وحى سوصودا سدع أفرطاء الرموضوحي لغيه لا كلام ليجير هذا كلام وان نقلنا هدير لفظ مركب مفيد بالوضع أفرطاء المدول بمعنى هذا وان نقلنا سوماهن وايهي أرنك اللواذي باب الكلام المصنف وكذا هذا لي واحد ويه كلام إمس أقيم سما سدح أي أقيم سما اسم وفعل وحرف جاء لمعنى اسم ومقع فعلنا وشقظ اللقبان أيام اللقبان دونه وحرف حرف اسكو حرحرة اسم جاء فعل حرف كو جاء يمد لمعنى معنى ليمد اسمي يا فعلي يا حرف معنوته كلام سدح ذا يوقف سماه وايهي اسم جاء لمعنى مؤسراعين فعلنا جاء لمعنى مؤسراعين حرف وحو راعي جاء لمعنى سببك وحوي اسمي يودن معنوته سيا اسمي عن معنى لهين مجرو فعل يودن معنوته سيا حرف لوقف يوقف سماه حرف معنى له يا حرف عن معنى لهين حرف معنى له يا حرف عن معنى لهين بوس كالتاجي هي كلام كعربي يا حرف كالله استعماله يا وين ويا حرف معنى كينيو هدوس المعنى كينين ما بلا استعماله كرو حرف معنى كينيو وين ويا شل مثال عم بحنا جري سماهين الناس في المسجد هذان رهنو مثال كلوي الناس ضدك في المسجد مساجد هي كل حجران الناس وضدك سماهن المسجدنا ومساجد
كدح جيران تحقيه كيني هيس في ذا كيني هيس الناس وادت المسجد نواد اسمان ويكدح جيران في ذا كينتي صباحاً الناس في المسجد في ذا هدي اين كبدل له او ان كبدل له دال كورن وان رحنا الناس دل المسجد معنى اللي فهمي كربا مكيني صباحاً دال ملا استعمالي كرو سين الله ميدا جيمة الله ميدا في واحد اهين لو ما استعمالي كرو ميشان حرف كوينو يهي حرف ماشا معنى كينيو صحيح صماهن ويهي اسم وفعل وحرف جاء لمعنى هل كاسو نوتشوهي ارنك سدحاد وكهض ليو باب كرنا وكرة مين يو مصنفك و سدحذان اسم ايو فعل ايو حرف جاء لمعنى مدول بعلاموين كالوية قانو كلمة ذان إني اسم تهي محانكو قراني أو فعل يحرف مدنا أيان أهين تنك لإني فعل تهيو اسم يحرف مدنا أيان أهين تاسد حرف إني تهيو اسم يفعل مدنا أيان أهين محانكو قراني علامة علامة لفظي أو عربي معنيه سنوى سمت سمت حولها الوقع روكليو يا علامة معنى هيدا وغربا إنو كوشي واسمي على موينك الوية قانو فعلي على موينك الوية قانو حرفك على بوينك الوية قانو صحيح أرقى سب الله بياف فالاسم يعرف اسمك وحل وقرن بالخفض والتنوين والدخول الألف واللام وحروف الخفض اسمك وحل على بوينه وقرن يا أفرع على مضوط أفرع على مضوط كلمة ذي أغبشو أي جلي كرتو كلمة ذا سوى اسم أفرع على مضوط كلمة ذي اللغو أركو أما أي قلي كراتا كلمة ذا سوى اسمي تام فهني أفرتا على مدود قاروة اسم إيمان كريان قارنة اسم إيمانيان يعني أفرتا على مدود مت كمدة كلمة ذي اللغو أركو واسمي لابا كمدة أما سدح كمدة هذي اللغو أركانا هذي من باب الأولى صحيح سماها أفرتا على مدود وحوي بالخفض هوصدك وتنويني لابا حركين ودخول الالف واللام ال ان اي قشو وحروف الخفض هي حروف تهوس ديقة كينتو افرت على مدود اسم اللغو قراني وحاوه الرئيسة بالخفض خفض محال ايره هذا هوس ديق اسكده لكن هوس ديق ماها وحكا لواي مارك لا نقان دهنا بابك النقوص وصعودة كان كدن بيه يسد حاد ينكو اقان دهنا ان شاء الله تعالى خفض وحلو جيدو لكن هذا الذي هو حديث دكتا ان هوستيك اسكسيده الى امال لغا غاريو بالخفض هوستيكنا وحا لو جيدا كلمه حرف كا اوو دنباي وينو هوستيغان يحي مثال ان كسيو بسم ما هو دنباي اسمي واي الله ما هو دنباي اسمي واي الرحمن ما هو دنباي اسمي الرحيم محاوضا بيا خفضة الوشي وكا خوصدك اسم كلمة قد بيا واسمي بالخفض وتنوين لبا حركين لبا كردك لبا خوصدك لبا قد كلمة قد بيسانة واسمي سيدة غفور رحيم محاوضا بيا لبا قدنين سمهان اسمي وي غفور يا رحيم لما قلت كان كوكرتي تنوين وي غفورا رحيما يا غفور رحيم هدي لي هذا والله ميت تنوين والدخول الالف واللام وح الله وحي ال كجرتا واسم دخول الالف واللام وجيدا ال الف يا لام اسكو ريبان سده الحمد لله الحمد مع كجرا الا كجرتا اسمي وي سبحان رب العالمين العالمين مع كجرا الا كجرتا اسمي وي صحيح سبحان الرحمن الرحيم ألا كجرتا سبحان اسمي وي وحالا وحي ألا كجرتا واسمي أرن لباد متاي أرن سيد حاج أرن كأفراد حروف الخفض حروف حجرة حروف الخفض لو يقانو كلمة دا أي قشو وي هوس ديجي حروف تان كلمة انت أي قشو أي نهوس ديجي دين لما أركو
حروف الخفض باب اللي يقانا هوس ديقة حروف تيدا حروف تي هوس ديقة كينيسي حروف تان حروف الخفض مصنف كاترين دونايه اسمي وحانا هين مقالان اسمي قالوا يقانا اسمي وحانا هين حروف تان مقشو صحيح حروف تاسين ومن إلى عن على في رب ب كاف لام يا حروف لغو دارتو وروح دارنا يو استعماله واو يا با يا تا والله بالله تالله سولما يراهدو صحيح حروف تا وحا لو يقانا حروف الخفض هوس ديك حروف تي كينيسي حروف تا اسمي وحنا هين ما جليسو اسمي غي غشنا واي هوس ديك مثالا كسيو وعلى الله الله هو اسمي ما حكو قرتي على ايه كجرت هو حرف الخفض الله هو كجرت وانا هو سدغن هي سدح على ما اسو تغي صحيح سمعان طبقا عن طبق طبقا تهوري هو اسمي ما حكو قرني تنوين عن طبق طبق تدبن هو اسمي ما حكو قرني عن ويك شوانا هو سدغن تو تنوين سنيه صحيح سمعان بل فهمي من أي كمدة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد واسمي محاكو قرأته من أي قشي الله ويكجرت ونهو سنغن يهي صحيح إلى أي كمدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد إذا ضمي واسمي يدنا ويو إلانا ويكجرت الله ويكجرت ونهو سنغن يهي صحيح سماها حروف الخفض هن اوترين دونو اسماء ذا لغو يقانا يو اسمي وحان اهين مقالان هذا ما افرسو اسمي علامينكي و افر علامدود بالخفض خفض محيو جيدا حوصدك امت جيدو لكن حوصدك اسكده مرد ما نغان دوننا بالخفض وتنويني لدى حركين ودخول الالف واللام الجليديده هي وحروف الخفض حروف تي وحسديسي وحيابها سلو غرتا اسمها فالاسم يعرف وحلو غرتا بالخفض هوسديه وتنوين لب حركين هي ودخول الالف واللام الجليتان كده هي وحروف الخفض وهي حروف الخفضها من وي والى وي وعن وي وعلى وي وفي وي ورب وي والباء وي والكاف وي واللام وي وحروف القسم هي حروف تلو دارني وي حروف القسم روح دارني حروف تو استعماله وواو يا با يا تا حروف القسم كني حروف الخفض كمجهين معنى كلام بيسي فائدين يانو دار بي فائدين يان مويه حروف الخفض كمجهين اها وقالن ان حروف الخفض هنا قيب ويهي حروف القسم نقيب كلامها دما حروف الخفض اسليهين صحيح زمان وحروف الخفض وهي حروف الخفضها الواو والباء والتاو واو يبا يتا والله اوكي والليل اذا يغشى والشمس وضحاها والشمس محا هوس ديغي واو دنا هوس ديهايس وايو وا دار واو دو وحيا وخ هوس ديغي كاس ماركا لو دارنيو والشمس قرخدان كو دارتي ماركا ايتاي هداين دار هي وخا ما هوس ديغي كرتو ماركا ايدن اوغان دونا دارتس تا دا لو دارتو والله لا اكيدن اصنامكم وتالله دار ويتأذني اسمي وحنا هنجلي ميسو ووضع يتأذى يبعض حروف القسم ايا اللو يقان سيدا اقر والفعل يعرف فعلك وحال وقرتا بقد والسين وصوف وطاء تأنيث الساكنة فعلك على موينك اللو يقانه افر على مضودوي كلمة ديني اني فعلتها وحال وقراني افر ارمود ميت كميدي وان لغهلا أما وإنه يجلي كراته أفرطا عربود ميت كميدي هادي أي كتشرتو أما أي جلي كرتو كلمة داسي فعلي وي أفرطا سينوا قد سين صوفا طائطا نيثي ساكنتي قد وقف يدال اسكور هيبان هي سين صوفا طائطا نيثي لديغانتا تأذيذا الساكنتي اي ريباني تأتو سينيسو هوين نمو إسلام مركانا ريبان تأتو ويني ريباناتا سيدا قامت قعدت ضربت
قالت كتبت صحيح تظهر ابن تأنيث لو يقنا وفعلا عدة بالصميسة مؤنث إنو يهي يتوسيني يتوسيني تالا أفرتها على مضودنا اسمها الويق فعلها الويق قد سيدة قد أفلح المؤمنون أفلح وفعلي ما حدكو قرتي قد أكجرت سوماها المؤمنون وفعلي صحيح ها اسم مياه ما حدكو قرني ألا كجرت صحيح واي المؤمنون فعلي ماها اسمي واي وقرتي سين أيالكو قرني سيقول يقول وفعلي ما حدكو قرتي سين ألقو باللغوذي سنلقي في قلوب الذين سنلقي نلقي وفعلي ما حدكو قرتي سين ألقو باللغوذي صحيح سنلقي في قلوب قلوب ما حيتهي ما حدكو قرتين في ما كجرت وعلى الله صدقين سماهن خفضنا ويكجرت صحيح وهي وايهي سوف ايالغو قرني سوف تعلمون تعلمون وفعلي معاكو قرتي سوف قش صحيح وطاية تانيث دي ديغانتا دي ذا الساكينة ايري بنيت فعلي قالغو يغانا قامت قام وفعلي معاكو قرتي تاظر هي بني قلالك قجرت سماهن وقالت اخرج عليهن قالت قال وفعلي معاكو قرتي تاريبنا قدالك قجرت صحيح وإذ قالت امرأة عمران إذ قالت قال وفعل تاريبنا قدالك قجرت أو تأنيث الساكنة فعلها أفرت على ذلك يقين قد يسين يسوف يتاو تأنيث الساكنة توافه النسو ماهن اسمك على موين كيسي وان نقلنا يؤفر على موين خفضي يتنوين يألي يحروف الخفض اسمه فعلي على بوين كينا وان نقالنا يقد يسين يصوفية تاو تأنيث الساكنة صحيح حانو دمان حرف على بوين كيسي سوماهن والحرف حرف ما شيء وي لا يصبح اسن هقاقين اسن سوبانين معه حرف كمعي وما سوبانيو دليل الاسم اسم وحلقو قرنجري ولا دليل الفعل فعل وحلقو قرنجرين وما سوبانيو حرف على مدي سوى على مدلعان حرف على مدي سواه على مضلعان وعلى مضلعان وحلو جيده اسمك على مويك سواه نقرناي وافر فعلك على مويك نوان نقرناي وافر سمهن كلمة دي اقبلي ويدو اسمك على مويك دي كلمة دا اسمي ما كلمة داس اسمك على مويك اقبلي ويدو فعلك على مويك نهدي اقبلي ويدو كلمة دا فعلنا ما مر هذا فعل اسمي مثل ما هندي وحرف وركلمة جلو صحيح كلمة لا أركت واحد كو أجي اسمي على مدي هذا يقبل شو يسهل ناتو خلاص اسمي واي هذا يقبل ويدو فعلك على مين كيس كو أجي هذا يقبل شو ألا سهل هو فعل هذا يقبل ويدو حرف ويا وركلمة جلو مثال عن كسيو هل هاي الله مسكرو يبن سماها هل بالحروف الخفضية وحن أن كدينه اسمك على موين كيسي هلين أهوصدك وحجر ولك مغش دين إسلامكم مغش هلين وحجر ماها صحيح كورا أل هدان قرينه أل هل وحجر متاي هذا شيء حروف الخفضة كدي في هل وحجر ماها يدونه ها اسمي على موين كيسي هل وي اقبلي ويدي من هدا اقبلي ويدي اسمي ما بل فعلي انا انكو دينو كبيسي قد سوك من مهين قد هل ولي مو غشين حجر ما سين يصوفا كدي سهل يصوفا هل ماي يدونو مجرت تاو تأنيس ساكيني حالت حالت وحجر ما سومان ها كلمة دان هل اسمك على موين كيسي ويقبلي ويدي فعلك على موين كينا ويقبلي ويدي مر لبدي بهدي اقبلي ويدي حرف واي ورك لما تشرو الا كلموين كسدح ويا هاي الله بهدي سوروبي واي انكي سدح هذا لازم واي انو النقض سمعان اسمك حرفك على مدي سمحي تاي مركة علامة الان سدا اقرو والحرف حرف
ما شيء وهي لا يصلح وسن أسو بنينين معه حرف كمعي دليل الاسم اسم وحي لغو قرنجري ولا دليل الفعل فعل وحي لغو قرنجرينا وصو بنين ما قالي خريان مفهوم ورمال فهمه والله أعلم.